بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه فلم أتب منه ولم ترضى ولم تنس وحللت علي بعد قدرتك على عقوبتي إلى التوبة منه بعد جرأتي على معصيتك. فإني أستغفرك فاغفر لي وما عملت فيها مما ترضى، ووعدتني عليه الثواب، فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى وعلى آله وأصحابه